بس اسمح لنا حضرتك واسمح لنا مشاهدينا، احنا عايزين نستثمر وجود حضرتك معانا النهارده ليله النصف من شعبان، يعني نختم بدعاء ربنا يستجيب لنا جميعا في هذه الليله الكريمه. هي اولا من الليالي المباركه الشريفه اللي قام فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه عشان ااكد ان الاسلام بيدي المراه حقها، ستنا عائشه بتحكي بتقول كان النبي عندي، كان عندها في حجرتها كانت ليلتها، فأخذت أتفقده فلم أجده، ما لقيتوش، فظننت أنه ذهب إلى أخرى، فخرجت فوجدته قائما يصلي، فسجد حتى أطال السجود، فحركت إبهامه فتحرك لأنني ظننت أنه قد قبض. يا ساتر يا رب. فلما انتهى من صلاته نظر إلي وقال لي يا حميراء أو يا عائشة، بدلعها، يا حميراء أو يا عائشة، هل ظننت أن صاحبك قد خاس بك، يعني خانك وغدر بك؟ فلم أرد، فقال صلى الله عليه وسلم أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال هذه ليلة النصف من شعبان، يطلع الله على عباده فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم. فهي ليلة الذي يقومها، وسيدنا النبي قال كده، إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. فهي ليلة مباركة، بوصي الناس جميعا هم يغتنموها في أنهم يلجأوا إلى الله أن يصلح أحوالنا وأن يصلح ذات بيننا إن شاء الله.